السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار سيارات اليوم 22 سبتمبر 2021، خفت جبنا لكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. خفتي لخصت أي سيارة يكتبنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله، تيغوان ار لاين لاني 2016، الطاقة مازوطا، محرك 2.0 170، شوفوا علبة سرعة اوتوماتيك، ماشية 93 الف كاتيجري الصافية. خوتي السيارة عطاولو 550 مليون، موجودة في الاغواط. قراو البطاقة التقنية من خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. تيغوان 2015، الطاقة مازوطا، المحرك 2.0 140، شوفوا ماشية 76 ألف، اللون أسود، كاتيجري الصافية، سعر مولاها راه يقول 460 مليون، قابل للتفاوض. خوتي السيارة موجودة في الجزائر بني مسوس. قراو البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. أتوس 2012، المحرك 1.63، شوفوا ماشية 172 ألف، كاتيجري الصافية. خوتي السيارة فيها لا لباب، جهة السائق عطاولو 120 مليون. خوتي السيارة موجودة في ورقلة حسيم سعود. قراو البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كومبيس 2009، المحرك 1.75، شوفوا ماشية 282 ألف، اللون رمادي فضي، كاتيجري الصافية. خوتي السيارة عطاولو 100 مليون، موجودة في الجزائر كاليتوس. قراو البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطوا المولاه.